السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم كابتن صبري أبو الفرج، رحب بكم اليوم. جاتني استفسارات كثيرة من أبنائنا الطلاب اللي بيدرسوا طيران، حديثين الطيران، وبيسألوني أسئلة في تقنية في مجال الطيران، في الطيران البدائي اللي هو بداية دراستهم في الطيران، الله يوفقهم إن شاء الله. فقررت أعمل لهم حلقات، أحاول أنها تكون قصيرة، أو كل مرة في موضوع معين أو مخصص بالنسبة للشباب المبتدئين. حقيقة قبل ما أبدأ في الموضوع، في زميل لي الأستاذ أحمد الباز، أحط لكم اسمه، والأستاذ أحمد الباز هذا صديق عزيز علي، يعمل كمضيف جوي في أحد شركات الطيران العربية، وعنده قناة في اليوتيوب. القناة عبارة عن مواضيع تتعلق بالضيافة وكابينة مقصورة الركاب وراء في للضيوف. أي أحد عنده استفسار عن موضوع الضيافة، عن أبواب الطيارة، اللمبات، الكراسي، كيفية الخدمة، أي شيء متعلق بالخدمة الجوية، الأستاذ أحمد ما شاء الله محترف في عمله، وياريت تشتركوا في القناة حقته وتسألوا جميع الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، وهو هيجاوبكم مشيئة الله، وهحط لكم اللينك حق القناة حقه في صندوق الوصف حق الفيديو بمشيئة الله. ولا تنسوا السبسكرايب وتفعيل الجرس التنبيه بالنسبة لحلقاته، ونفس الوقت لا تنسوني أنا كمان سووا سبسكرايب وتفعيل للتنبيه للحلقات حقتي. أول موضوع هتكلم فيه بالنسبة لأبنائنا الطلاب وابن الطيارين المستقبل، اللي هي الحروف الأبجدية في علم الطيران. لغة الطيران لها طريقة معينة في النطق وطريقة معينة في كتابتها، على أساس أنه تفادي لأي غلط، أو لما برج المراقبة يعطيك معلومات أو تصريح لأي شيء يكون مفهوم وتوصل المعلومة صح. فهنبدأ حلقة هذه عن بس موضوع، يعني حلقة قصيرة عن موضوع الأبجديات والحروف الأبجدية وطريقة نطقها بالنسبة لعالم الطيران. هاي شوفوا، جبت لكم صبورة. شوفوا هنا مثلا الحروف، عندنا احنا حرف الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E والـ F والـ G والحروف الأبجدية بالنسبة للطيران. طبعا احنا لما ننطق حرف الـ A بنقول A B C D E، لكن في علم الطيران تفاديا للاختلاط وتفاديا للنطق الخطأ أو سماعها بشيء غلط، فبنحدد لكل حرف اسم. فحرف الـ A مثلا بنقول له ألفا، حرف الـ B مثلا بنقول له برافو، حرف الـ C بنقول له تشارلي، D دلتا، E إيكو. وهحط لكم الليستة حقت الأسماء هذه، كل حرف كيف ينطق وإيش اسمه، عشان أوريكم بس إنه الواحد يتفادى الأخطاء. عشان كده حطوا الأسماء، يعني مثلا لو فرضنا اسم صبري، ما واحد يقول لي والله اسبل يور نيم، إيش اسمك، أقول له والله S A B R I، يقول لي البي طيب هذه بي، هذه أبو عصايا ولا بي مش عارف إيه ولا مدري. ففي علم الطيران لغوا الموضوع ده نهاية عشان الواحد لا يغلط. فلما ناجي يقول له اسبل يور نيم، ايش اسمك بالضبط، اقوم اقول له بس انا عندي اس و اي و بي و ار اي، اقول له سيارة الفا، البي برافو، الار روميو، والاي انديا. فصارت سيارة الفا برافو روميو انديا. لما يحط اول حرف هو عارف، مثلا انا لما اقول له برافو يعني البي هذه، لو كانت البي الثانية اللي هي كده
هذه في علم الطيران اسمها بابا. فأنا لو قلت له سيارة ألفا برافو روميو إنديا هيكتبها كده أول حرف من كل كلمة نطقتها وهو عارف إيش الحرف ده بيهدف ليش. لكن لو قلت له سيارة ألفا بابا روميو إنديا هيشيل البي وهيخليها بي بالطريقة هذه. هنا هذه بالنسبة للحروف في عالم الطيران عشان لا يتلخبط الواحد ولا يسمع حاجة وهي شيء تاني، لأنه علم الطيران والطيران لازم الأمور تكون دقيقة بالذات في التصاريح الجوية اللي بتيجي عن طريق المكالمات وانت طاير من برج المراقبة. فهذه بداية أول موضوع اللي هو الحروف الأبجدية. إن شاء الله بإذن الله الموضوع اللي بعده هنكمل في جزئية ثانية في موضوع الطيران بالنسبة للطلبة المبتدئين. ولا تنسوا تفعيل الجرس، ولا تنسوا أخونا أحمد الباز اللي حب موضوع الضيافة والخدمة الجوية وكيف بتصير وإلى آخره وجميع استفساراتكم. لا تنسوا كمان تشتركوا في القناة حقته، ونشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة القادمة.